أعلنت وكالة الإمارات للفضاء رصد 14 مبادرة وفعالية إنسانية لهذا العام، تجاوباً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات. تتضمن مشاركة الوكالة في عام الخير مبادرة شهداؤنا نجوم يضيئون سماءنا، حيث ستقوم الوكالة بإرسال أوسمة تحمل أسماء شهداء الوطن الأبرار إلى محطة الفضاء الدولية، ثم ستعاد إلى الأرض وتوزع على أسر الشهداء. شهدت إمارة عجمان إطلاق برنامج تساهيل ضمن معرض القاعات الكبرى بجمعية أم المؤمنين، وتزامناً مع عام الخير 2017 في دولة الإمارات، ويهدف برنامج تساهيل إلى تخفيف الأعباء المالية الباهظة عن الأسر الإماراتية وعلى المقبلين على الزواج بتقديم الخصومات الكبيرة بمختلف الخدمات الخاصة بالعرس، مع تقديم عرض خاص يتضمن تقديم قاعة ثانية مجاناً مع كل قاعة محجوزة، بالإضافة إلى التسهيل في الدفعات لتيسير الزواج. انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون عام 2017 عاماً للخير، أعلنت قوافل زايد الخير فتح باب التطوع للكوادر الطبية المواطنة في برنامج أطباء الخير، وذلك للمشاركة في المهام الإنسانية في عيادات القوافل المتحركة ومستشفياتها المتنقلة في الصومال للتخفيف من معاناة الأطفال والمسنين، ويأتي ذلك تزامناً مع حملة لأجلك يا صومال التي أطلقتها القيادة الإماراتية الرشيدة. أعلنت الإمارات العربية المتحدة التبرع ب$100 مليون كمساعدات إنسانية إضافية لليمن، وجاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي عقدته الأمم المتحدة في مدينة جنيف سويسرية. ومن جانب آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية التبرع ب$150 مليون كمساعدات إنسانية لليمن، وذلك على هامش مؤتمر جنيف للمانحين.